عمال مؤسسة نتكوم على أتم الاستعداد، فمجهودهم اليوم مضاعف، إزالة النفايات المنزلية إضافة لبقايا أضاحي العيد. حنا كتفنا المجهودات هادوما، كما تشوف سخرنا هاد الوسائل هادوما تاع لرفع النفايات، خصنا شاحنات هادوما سبيسيالمون للهيدوره والهيدوره هادي وليزوردر تاع الاضحيه هادي بالنسبه تاع العيد هادي. نقول لهم صحه عيدهم لكل اسره تاع العمال النظافه وكل مواطنين وعامه الشعب الجزائري، وشنو نوجه لهم نداء باش دائما يخصوا لنا الشغل في الحاويات، يحطوا في الحاويات لي زودر ميناجير ويحطوا بالجانب الهيدوره هذه باش يسهلوا لنا عمليه رفع النفايات. الفاعلون وجمعيه الاحياء ساهموا في توعيه المواطنين وتنظيم اماكن رمي القمامه رغم تسجيلنا لبعض التجاوزات والرمي العشوائي هنا وهناك. المواطن تاعنا ان شاء الله يكون واعي، يرمي زبل في وقته داخل صاشيه، الله يهدر وحدهم اللي يدي شي وحدهم اليمونتير، حاجه اللي عنده حاجه تاع الزجاج ولا كذا يديرها حاجه في بلاصتها باش يخمو تانيك على الخدامين باش ما يتزرحوش، ويرموا في الوقت ونتعاونوا كاع باش نخلوا البيئه ديالنا نقيه. مجهودات عمال النظافه لوحدهم غير كافيه ما لم ترافق بوعي وتعاون المواطنين من اجل العيش في بيئه صحيه ومحيط نظيف.